كانت تجربه قديمه في الجزائر في سنوات الثمانينات، وين الناس كانوا ينتجوا الموز بطرق تقليديه في البيوت البلاستيكيه. الفكره تقريبا قديمه في راسي، يعني هي حلم عندها بزاف، ولكن التجسيد تاعها في ارض الواقع بدا سنه 2017. قررنا اننا نغرسوه مثلا هنا يعني في منطقه بوركيكا في سيدي راشد، هي منطقه قريبه للبحر، لان الموز يتطلب كما قلت لك مناخ استوائي. المناخ الاستوائي احنا نخلقوه وكريي ان كليما تروبيكال باستعمال البيوت البلاستيكيه. قادرين اننا ننتجوا الموز على العام، لان الموز ما عندوش مرحله معينه للغراسه ولا مرحله معينه للجني، يعني دوره الحياه تاع شجره الموز هي 13 شهر. نستعملوا بزاف الغبار تاع الحيوانات، نستعملوا بعض الاسمده، ولكن اسمده بيو، اسمده يعني موجهه تقريبا للزراعه العضويه. لازم تكون تضافر جهود كبيره باش نزرعوا على الاقل 3000 هكتار. كنحسبوا الانتاج في الهكتار هو يتراوح بين 40 الى 50 طن، يعني 400 حتى 500 قنطار في الهكتار سنويا. لو كان نحسبوا اننا قادرين ننتجوا الموز في 14 ولايه ساحليه، كل ولايه ساحليه نطلبوا منها انها تزرع لنا غير 200 هكتار، 200 هكتار ماشي حاجه في اي ولايه، 200 هكتار في كل ولايه على 5 سنين 6 سنين 7 سنين نوصلوا نغطيوا الاحتياجات الوطنيه تاعنا. الحمد لله اتصال من عند الناس المستهلكين، ردود افعال ايجابيه جدا بارابور لا كاليتي ديغوستاتيف تاع الفروي، يعني الحلاوه والجو الحمد لله. بالنسبه للاسعار احنا ماذا بينا البرودوي تاعنا يكون باقل في السوق. لحد الان رانا نقصوا شويه على السوق تاع بالمقارنه مع المستورد. راحين ان شاء الله نديروا اطار، وهي جمعية تاع منتجي الموز في الجزائر، باش نشوفوا طريقة كيفاش أننا نحاولوا نطوروا هذا الشعبة. أكيد لازم تكون مساهمة من السلطات، يعني أن تكون إرادة سياسية باش أننا نروحوا ننتجوها. حنا الهدف تاعنا أن نوريكم بلي قادر ننتجوه، بصح رواحوا ثاني نخدموا يكون بكمية كبيرة، يكون السعر معقول، الناس قاعدة تاكلوا بأسعار معقولة، وتكون منتوج جزائري خالص.